الدكتور اشرف صبحي ومهندس هشام حطب شاهدوا يعني امبارح كان تفاصيل كشف البعثه المصريه او كشف عن تفاصيل بعثه مصر في اولمبياد طوكيو، وكان من ضمنها اللبس والزي والحاجات دي كلها. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه حضروا امبارح المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل البعثه المصريه المشاركه في اولمبياد طوكيو اللي هتبتدي يوم 29 يوليو اللي احنا فيه ان شاء الله. دي صور من الـ من الـ من الحفل، وكمان كان حاضر رؤساء الاتحادات الرياضيه لتاهيل الاولمبياد، وطبعا حضرها السفير حضرها السفير الياباني في القاهره. وفي المؤتمر ده تم الكشف عن الزي الرسمي للبعثه المشاركه في الاولمبياد واللي هتكون الاكبر في التاريخ بمشاركه 134 لاعب ولاعبه في 23 رياضه. الوزير قال ان الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعت مسيره البعثه المصريه بكل تفاصيلها، وانه بيتمنى التوفيق للعيبه لان البلد قامت بدورها واكتر على اكمل وجه، ودلوقتي الدور عليهم باذن الله ان هم يحققوا المجد لنفسهم ولبلدهم. اما المهندس هشام حطب فقال ان الحصول على ميداليه اولمبيه هو شرف والفخر حقيقي لاي رياضي، وانها الهدف الاكبر في الاولمبياد اللي جايه باذن الله. وخليني اقول لكم حاجه، انه يعني كله في علم الغيب، في ناس كثيره تنبأت بميداليات للبعثه المصريه، وفي ناس قالت كمان ما فيش البعثه المصريه ممكن ما تحصلش على ميداليات، ولكن تو ما بدات المنافسات كل الدعم وكل الدعاء لابطالنا، خاصه انه المنافسات متجزأة. يعني احنا مش اول يوم هنشوف كل الالعاب، هنشوف مثلا يعني منافسات العاب معينه تخلص تروح وهكذا الى ان تنتهي طبعا المنافسات تماما. كاميرا الابطال كانت موجوده في المؤتمر، عملنا التقرير ده نشوفه مع حضراتكم وارجع لكم تاني. داخلين في معسكر مغلق من فتره كبيره، اعتقد من 3 شهور فاتوا، واخر حاجه كنا يعني من اخر السعادات بتاعتنا احنا لسه جايين من كاس العالم جوله ثانيه من روسيا، لسه جاي منها اول امبارح، والحمد لله عملنا فيها نتائج مشرفه جدا، وهي برده كان جزء من الاستعداد بتاعنا، ويعني دي تدينا ان شاء الله الامل ان احنا نعمل حاجه باذن الله كويسه في طوكيو. احنا من اكثر من 3 سنين والتناغم الشديد ورغبه الدوله الشديده في ان مصر تبقى موجوده على اعلى المراكز وفي من اغلى الدول المتقدمه في الرياضه او في المجالات الاخرى. الدوله يعني اهتمت بالموضوع ده جدا، واحنا عندنا تناغم كان شديد جدا ما بين الاتحادات والوزاره ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. حطينا خطه طموحه كتير، اتبعت المنهج العلمي في كل حاجه، في الاعداد من اعداد فني واعداد بدني واعداد نفسي وتعب المنشطات وكل حاجه. الوعي اللي كان عند السياده فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي اما كرم واثنى على منتخب الهاندبول اللي جاب طلع السابع، يعني ما خدش اي ميداليه من الثلاثه الاولانيين، ان هو التقييم والتقدير للمجهود والاداء وازاي الفريق قدر يعد نفسه اداء سليم ولم يقصر. هو ده واللي ما كسبش المره دي يكسب المره الجايه. مصر قويه جدا، مصر لو ما كانتش بلد الامن والامان ما كانتش بيبقى فيها الاستقرار انه يطلع الابطال دول. ده انعكاس من التخطيط السليم، انعكاس من قاعده المنافسه الكبيره اللي موجوده عندنا، وان شاء الله اللي يجي بعدنا بيكمل ويكمل ويكمل باذن الله. ستقام دوله طوكيو للالعاب الاولمبيه والبارالمبيه بدايه من يوم 23 يوليو الغالي. دعوات القلبيه تفوق للاعبين المصريين وساشجعهم عبر شاشات التلفزيون مع اصدقاء المصريين. ساكون في غايه السعاده اذا تمكن المصريين من التعرف اكثر على اليابان من خلال هذه المناسبه. هناك عده قيود مثل اقامه الاولمبياد بدون جمهور لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك أتمنى أن تبعث طوكيو برسالة بأن العالم يمكنه أن يتحد، وأننا نستطيع التغلب على الأزمة بجهود وحكمة البشرية جماعة، خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة. تحية مصر، تحية اليابان. أنا رح رابع، بس أنا طبعا شرف لي أن أنا أبقى مع منتخب مصر في بطولة زي دي في الأولمبياد. طبعا أنا طبعا بستعد عشان أبقى جاهزة لأي حاجة، بس إن شاء الله المنتخب المصري يحقق حاجة، وأنا إن شاء الله هدعمهم بكل حاجة أقدر أعملها. إحنا الحمد لله عملنا معسكرات داخل مصر وخارج مصر، لسه راجعين معسكر خارجي في ألمانيا،
وان شاء الله قدامنا حوالي 4 أو 5 أيام للسفر، مسافرين يوم 17، فعندنا تمرين في صاله المنتخب الايام اللي قبل السفر. والله احنا عندنا الموضوع بيبقى يعني في منافسه كبيره عشان اسيا يعني مسيطره على اللعبه بشكل ما، بس احنا بنطمح وبنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي لربنا. ان شاء الله كل البعثه تكون بتنافس ان شاء الله على ميداليات، وطبعا اللعيب طبعا هو نمره واحد، اكتر واحد نفسه يرجع بالميداليه، طبعا اكيد مش هيبقى رايح ومش عايز يرجع بالميداليه، طبعا التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا، لكن ان شاء الله ان شاء الله كل اللعيبه تكون راجعه فرحانه وكل واحد على صدره ميداليه باذن الله. فريق ريشة الطايره معسكرين بقالنا اسبوعين تبع الاتحاد الافريقي، وكان في مدرب من جنوب افريقيا بيمرنا. اكيد احنا استعداداتنا يعني بقالها، والتاهيل نفسه بقاله سنتين بدل ما كان سنه عشان خاطر التاجيل. كل منتخبات مصر معسكره سواء جوه مصر او بره مصر، ويا رب ان شاء الله نشرف مصر ان شاء الله. احنا بقالنا فتره كبيره جدا في معسكر مغلق، الحمد لله الفتره اللي فاتت اشتغلنا على كل الجوانب اللي ممكن نشتغل عليها، سواء على المستوى الفني او البدني او النفسي او التغذيه. حتى ان احنا في الفتره الاخيره بدانا ان احنا كمان نعكس اليوم بتاعنا عشان خاطر فرق التوقيت اللي موجود في طوكيو، فبقينا بنعمل تمارين كتير قوي قوي الفجر. فالحمد لله شايف ان احنا الفتره اللي فاتت كمنتخب كاراتيه عملنا اللي علينا وادينا اداء كويس قوي قوي في الاعداد، وان شاء الله يعني هيبقى في نتائج كويسه في الاولمبياد ان شاء الله. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر او الحفل اللي قدموا بيه طبعا بعثه مصر، وهتسافر ازاي واللبس والكلام ده كله. بس الحقيقه عندي تعليق على الاولمبياد. خلاص هي 23، الموضوع خلاص قاب قوسين او ادنى انه ينطلق، بس لازم بعض المعلومات للساده المشاهدين لازم يعرفوها. بعثه مصر هي الاكبر في التاريخ، 134 لاعب ولاعبه مشاركين. يمكن كان ريو دي جانيرو على ما اتذكر كانت 121 لاعب على ما اتذكر ولاعب، يعني فرق يعني كبير، وده دليل انه الحقيقه عدد كبير تأهل في ألعاب مختلفة. 23 لعبة من أصل 29 لعبة في الأولمبياد، يعني الأولمبياد 29 لعبة، إحنا عندنا 33 لعبة في الأولمبياد. في مصر 29 لعبة، اتأهل من 29 23. يمكن ما تأهلوش إيه، ما أنا أفتكرهم يعني ممكن السلة، هوكي، الطايرة، يعني بعض الألعاب، الراجبي، الجولف، يعني ألعاب لسه داخلة جديد، وللأسف في ألعاب جماعية لم توفق، إن شاء الله توفق في الفترة الجاية، السلة أو الطايرة. ولكن برضو 23 لعبة من أصل 29 لعبة في مصر من ال 33 لعبه اللي موجودين في الاولمبياد، فده يعتبر انجاز. طب الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه شرف انه اللاعب يشارك، مجرد مشاركته شرف، ما بالك بقى لو خد ميداليه. فميداليه في الاولمبياد اكبر يعني شرف عظيم، حتى اقول لكم دليل. فريق الامريكا الباسكت نجومه كلهم بيشاركوا في الاولمبياد، تيجي في كاس العالم اللعيبه ما تبقاش عايزه تروح، او لما يجوا يستعدوا اللاعبين يعتذروا. انما بالنسبه للاولمبياد لو بتتفرجوا على الباسكت، يمكن امريكا خسرت من نيجيريا مثلا، ده كان حدث كبير جدا جدا كلمت عنه كل وسائل الاعلام في العالم الرياضيه. نيجيريا البلد الافريقي اللي يعني بيعاني زينا يكسب امريكا في الباسكت فرق 3 بونت من يومين ثلاثه، وفين؟ في ميامي في امريكا في بطوله وديه، ده كان حدث، واول فرقه افريقيه في التاريخ تكسب امريكا. وامريكا معها مين؟ معها 2-3 لعيبه جرين، معهم ليلارد، معهم يعني مجموعه من اللاعبين لو نزلوا بس غمض عينه ونزل اي خمسه كسبوا اي حد في العالم. نيجيريا كسبتهم. فيعني قصدي اقول لكم ايه، ان اللعيبه الامريكان رايحين عشان ايه؟ يشاركوا في الاولمبياد في الوقت الكاس العالم بالبلدي كده بيزوجوا مش عايزين يروحوا. عشان كده بقول لكم ان الاولمبياد شرف كبير، ما بالك بقى لو لعيب حق. طيب احنا نتمنى ان مصر تحقق 5 ميداليات اولمبيه عشان نبقى كسرنا الرقم، 6 كمان ممكن، عشان نبقى كسرنا الرقم اللي احنا حصلناه قبل كده، حصلنا عليه اللي هو كان 5 ميداليات اقصى حاجه كنا خدناها في دوره اولمبيه قبل كده. طيب سؤال تاني، هل احنا بالنسبه للدول، الثانيه هل احنا ماشيين كويس ولا لا؟ ما اقدرش اقول. ليه؟ لان كورونا وقفت النشاط في العالم كله، فانت ما انتش عارف اللي رايح رايح مستعد ازاي، فانت رايح انت ونصيبك. فكل الدعم وكل الامنيات ليه يعني فرقنا ولاعبينا هناك في طوكيو.